امبارح كان في جلسة مهمة داخل فندق معسكر لقاء أنبي بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي مستر فيريرا وبين اللاعبين. حقيقة إنه الكلام كان كله رسائل تحفيزية ورسائل قوية وصارمة. طبعا في البداية أكد مستر فيريرا للاعبين إن كل العناصر المتواجدة في قائمة اللقاء، كمان العناصر الموجودة خارج القائمة طبعا لظروف فنية أو لظروف طبية، كلهم الحقيقة إن هو عنده ثقة فيهم تماما، وكمان عنده ثقة في إمكانياتهم. جاء طبعا الدور عليهم لإثبات هذه الثقة بتقديم أداء ونتيجة إيجابية طبعا في مباراة اليوم. كمان أكد أن الحل الوحيد بالنسبة له هو الفوز، لأن كل مباراة بياخدها الفريق هي ماتش كاس لازم فيه المكسب من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، كمان تصدر مسابقة الدوري الممتاز. وأخيرا فيما يخص تفاصيل ماتش النهاردة، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم لقاء الزمالك وإنبي والمقرر ليه النهاردة الساعة 9 بالليل إن شاء الله على استاد القاهرة في الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز. أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة للحكم محمود البنا وبيعاونه محمود أبو رجال وهاني عبد الفتاح، عمرو عابد حكم رابع، وحكم الفيديو وائل فرحان، وبيعاونه كحكم فيديو مساعد محمد محمود لطفي. طيب دلوقتي تعالوا نروح لخبر خاص لنهارك ابيض. طبعا بخصوص الاخبار الكثير جدا المنتشره خلال الفتره الاخيره ان اداره الزمالك تعاقدت مع اللاعب الفلاني واتفقت مع اللاعب العلاني، واسماء كثير الحقيقه بتتقال، يعني سواء بقى اسماء لاعبين محليين او لعيبة أجانب. الحقيقة أنه إحنا دايما بنقول أنه ما نسمعش غير للكلام اللي بيتقال داخل قناة الزمالك، وعشان كده هنا دورنا في نهارك أبيض أن إحنا نقول لكم إيه بالظبط اللي بيحصل. في البداية كده خلوني أقول لكم أن الحقيقة المؤكدة أنه أكيد في لعيبة كتير سواء لعيبة مصريين أو لعيبة محترفين أجانب تم عرضهم على إدارة النادي وبالتحديد إدارة الكرة برئاسة أستاذ أمير مرتضى منصور طبعا المشرف العام على الكرة. تاني حاجة أنه الحكاية كلها هي عرض لعيبة، يعني عرض أسامي لعيبة، والحقيقة إنه ده طبيعي، ده بيحصل كل موسم إن في وكلاء لاعبين بيعرضوا لعيبتهم، ولكن الأخبار المؤكدة حتى الآن إنه مفيش أو ما تمش تحديد أي أسماء للصفقات الجديدة لتدعيم الفريق. كمان كان في اتفاق مع البرتغالي مستر فيريرا المدير الفني على أن تتم مناقشة الأسماء الجديدة بعد نهاية الموسم الحالي. ثالث حاجة هي التركيز الآن داخل الفريق على المباريات فقط، على مباريات الدوري والفوز بيها من أجل حصد البطولة، وأنه هيكون تقييم طبعا لكل الأمور في نهاية الموسم وهيتم اتخاذ القرار. فأي كلام أو أي إشاعات تسمعوها عن أن اللاعب دوت هيكون موجود أو انضمام لاعب الفلاني، كل ده كلام، مفيش حاجة مؤكدة غير بس الأخبار اللي احنا هنا بنقولها في قناة نادي الزمالك. كمان معانا خبر تاني خاص لنهارك ابيض بخصوص مجموعه اللعيبه المعارين من الزمالك للانديه التانيه واللي هتنتهي اعارتهم بنهايه الموسم، بعدها هيبقوا متاحين للعوده مره تانيه للفريق. في نهارك ابيض عرفنا ان البرتغالي جوسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق طلب من الثنائي كابتن اسامه نبيه المدرب العام وكابتن احمد عبد المقصود المدرب المساعد متابعه المجموعه دي بشكل مستمر خلال مشاركتهم مع الانديه، والعمل كمان من دلوقتي على اعداد تقارير مفصلة عن كل لاعب وحالته وأرقامه. التقارير دي هتتعمل ليه؟ التقارير هتتعمل عشان بناء عليها هيتحدد مين هيكون موجود من المجموعة دي مع الفريق الموسم اللي جاي ومين مش هيكون في حاجة لخدماته معنا. والمؤكد ان اللاعب اللي هيكون موجود مع الزمالك الموسم اللي جاي من المعارين هيكون بقرار فني من فيريرا، وده بعد تنسيق طبعا تم مع إدارة الكرة بخصوص الموضوع ده.